حددت مفوضية الانتخابات 4 آليات لمشاركة النازحين في الانتخابات المقبلة في كل من نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك. الناطق باسم المفوضية كريم التميمي ذكر أن الحالة الأولى تتضمن النازحين الموجودين في إقليم كردستان، حيث سيصوتون لمحافظاتهم من خلال بطاقاتهم الإلكترونية، موضحا أن الحالة الثانية لنازحي المخيمات إذا كانت داخل محافظات النزوح أو خارجها فستتم العملية بطريقة التصويت المشروط، فيما بيّن أن الحالة الثالثة هي للنزوح الداخلي وستعتمد على البيومتري، بينما تشمل الحالة الرابعة النازحين الذين حدثوا بياناتهم وحصلوا على بطاقة الناخب البيومترية طويلة الأمد، وسيكون تصويتهم في مراكز اقتراعهم في المحافظات الموجودين فيها.